تحية سامي هيرمس، وماذا نتوقع لسامي هيرمس؟ وهنعمل نظرة شاملة عشان نوضح الحركة اللي حصلت في المستويات دي والشمعة دي كلها، لأن في ناس كتيرة قلقانة من السامي ده، لأن احنا متوقعين وما زلنا متوقعين إن احنا على الأقل هنطلع نكسر مستويات 17 جنيه 88 قرش أو 17 جنيه 90 قرش. طيب نقول احنا ليه بنقول الكلام ده؟ بقول لأن أنا عملت الموجة الأولى وصححتها، وعملت الموجة الثالثة ونزلت بالرابعة، وحاليا انا بتوقع موجة خمسة ممكن تكسر المستويات دي وتستمر في الصعود اكتر واكتر. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان في ناس كتيرة قوي شايفة ان حصل كل الهبوط ده فيه مشكلة. طيب كمان انا ممكن ارسم قناة سعرية على كل الموجة دي، لان انا جوه موجة لسه ما خلصتش، ولسه ما خلصتش واتوقع لها مزيد من الاهداف. طيب انا حطيت هذه القناة السعرية بتاعتي، وبعد كده الحد الاوسط للقناه في النص اهو. بعد كده خلاص انا اللي حصل ايه دلوقتي؟ ان انا قعدت اختبر الحد العلوي للقناه، وبعد كده عملت التصحيح بشكل واضح جدا وتصحيح مكتمل، وحاليا بعمل انعكاس. طيب انا كنت محدد منطقه الطلب دي، ودي منطقه طلب قويه جدا ومهمه جدا، المستويات اللي ما بين ال 14 جنيه و 14 جنيه لحد مستويات ال 15 جنيه، دي منطقه طلب قويه جدا، ودي منطقه اللي انا المفروض نتوقع منها الصعود بشكل قوي من هنا، تمام، ونكمل في الاتجاه الصاعد. تمام، اللي حصل في المنطقه دي انا شفت تصحيح مكتمل هنا، وننزل على فريم صغير شويه، انا شفت تصحيح مكتمل، عشان كده لو توقعت الصعود من المنطقه دي ليه؟ لان انا شفت عندي اهو تصحيح مكتمل، يعني انا عندي تصحيح على شكل اي بي سي مكتمل اهو، ادي اي بتاعتي وادي بي وادي سي، انا شفته، وكمان ضعف في الزخم، فقلت خلاص انا اكمل صعود. لكن اللي حصل ان انا فضلت اتدول داخل منطقه رينج، ومرة واحدة لقيت الشمعة دي اللي نزلت لمنطقة الطلب، وبعد كده لقيت صعود تاني مكمل منه. يعني ايه؟ يعني انا شايف ان المنطقة دي كلها بمنتهى البساطة، كل المنطقة دي هي منطقة طلب، يعني كل المنطقة دي طالما السعر جوه المنطقة دي، دي منطقة طلب، المفروض دي منطقة للشراء، واستهدف ان يحصل قمة جديدة، وعلى الاقل هطلع اكسر مستويات ال 18 جنيه، وانا شايف ان انا اكسر مستويات ال 18 جنيه واستمر في الصعود، وممكن بمنتهى البساطة يكون دي بداية الموجة الاولى في الموجة الخامسة، يعني ده كله يكون بداية صعود تصحيح، وبعد كده استمر في الاتجاه الصاعد. ده اللي انا شايفه، ده انا شايف ان هيرمس لسه ليه مزيد من الصعود. طيب ليه انا حددت مناطق الطلب دي؟ لان مناطق الطلب دي مناطق بتاعت البيجس فور بتاعتي، دي مناطق مهمه قوي قوي، فالمفروض اي تراجع من المنطقه دي بستهدف الشراء، لان دي مناطق طلب مهمه قوي. طيب ممكن يحصل ايه دلوقتي؟ ممكن يفضل يتسلل هبوطا من المستويات دي وينزل لحد يعيد اختبار مناطق الطلب دي تاني، اللي عند مستويات ال 15 لحد مستويات ال 14 جنيه. طيب عايز تاخد تاكيد وتقول انا امتى اشتري وخلاص؟ اشتري لما نكسر القمه دي، ممكن لما نكسر القمة دي او نكسر الشمعة الهبطة دي كمان. يعني لو انا فوق مستوى ال 16 جنيه وصعدت الاسعار، فوق مستوى 16 جنيه واستقرت شمعة 4 ساعات او ساعة، اشتري، لان خلاص هكون اتحولت على ترند صاعد وهنستمر في الاتجاه الصاعد. لكن انا شايف ان هيرمس لسه له مزيد من الصعود، ولسه ليه اهداف لم يحققها، وبالتوفيق.